معايا الاستاذ حمدي عبد العزيز المتحدث باسم وزاره البترول. خليني الاول اسالك على اجهزه البحث او الار او في اللي مستاجراه احدى شركات البترول المصريه للبحث عن الصندوق الاسود. يعني انتم مستاجرينه، يعني اشرح لي بالظبط ايه هو، اشرح للناس ايه هو الار او في، واشرح لنا بالظبط ايه اللي بيحصل في هذا البحث. هو الار او في حضرتك ده روبوت بيستخدم من خلال الشركات العالميه، بيتم استئجاره لان احنا عندنا مشروعات في المياه العميقه، والمياه العميقه اكثر من حوالي 3000 متر تحت سطح البحر، بيتطلب ان يبقى الكابلات يتم تركيبها او حضرتك الابار رؤوس الابار بالنسبه لحقول الغاز واكتشافاتها، فدي بتبقى شركات متخصصه بيتم استئجاره، يثبت على سفينة تابعة لشركة قطاع البترول. ده في إطار الجهود بتاعت وزارة البترول، احنا موجود عندنا الجهاز دوت، وتم توجيهه إلى منطقة الحادث، وبالمناسبة احنا بنعزي جميع ضحايا الحادث الأليم، وإن شاء الله يكون لنا دور بأن احنا نستطيع أن هو ينتشل الصندوقين الأسودين. أستاذ حمدي، يعني ماذا يمثل مصنع موبكو بالنسبة لكم في وزارة البترول؟ افتتاح التوسعات بتاعته وافتتاحه في دمياط بيمثل لكم ايه في قطاع البترول؟ النهارده الوزير اتكلم على أرقام كتيرة الحقيقة، وعن توقعات يعني البعض شافها متفائلة جدا بالنسبة لاكتشافات جديدة. لا، هو أنت زي ما حضرتك عارفة يا أستاذة لميس، قطاع البترول بيتعامل بالمليارات. يعني لما نكون نقول ان احنا وقعنا 66 اتفاقية في اخر سنتين، طبعا بعد توقف، وحضرتك اشرت لهذا الموضوع اكثر من مره، المهندس طارق المولى النهارده عرض ان الحد الادنى للاستثمارات دي 14 مليار دولار، تحقق نتيجه هذه الاكتشافات. طبعا كشف الزهر الاخير ده كان حضرتك كان في نهايه 2014، تم تحقيق الكشف في عام 2015، والمهندس طارق استدرج في هذا الموضوع واتكلم على المعدلات التنفيذ القياسيه بالمقارنة بالمعدلات العالمية. احنا عندنا حضرتك مشروعات ضخمة، كفاية اقول لحضرتك بس ان احنا عندنا 3 مشروعات حاليا بيتم تنفيذهم، استثماراتهم لوحديهم 27 مليار دولار، هي مشروعات زوف وحقول اسكندرية اللي هو الرئيس اتكلم عليها النهاردة، وقال ان الاستقرار بيؤدي الى زيادة معدلات التنمية. أنا وقفت بس قدام جملة مهمة، إن إزاي هنضاعف إنتاجنا من السولار والبنزين ب60%، يعني الرقم ده وقفت قدامه شوية. أقول لحضرتك إحنا دلوقتي قطاع البترول بينفذ عدة مشروعات لتكرير البترول بإضافة وحدات تحويلية جديدة، أنت عارفة حضرتك إن المازوت بيعتبر منتج ثقيل أقل في القيمة، فبيبقى فيه وحدات تحويلية بيتم حاليا دلوقتي في مصنع بيتعمل في مستورد، هياخد المازوت يكسره يدي سولار ويدي بنزين يدي بوتاجاز، ودي المنتجات عاليه القيمه ومحتاجه السوق المحلي. احنا برضك بنعمل مشروع اخر حضرتك موجود دلوقتي في اسيوط بيحيدي نفس القصه، فبالتالي احنا عايزين نزود المنتجات اللي احنا بنستورد جزء منها عشان نستطيع بعد انتهاء هذه المشروعات نحاول ان احنا نصل الى 90% اكتفاء ذاتي من هذه المنتجات. بشكرك شكرا جزيلا.